مع الملك عيون من نجيم شاخصات وأزهار هم الذهب السبيك على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يا إلهي إن النجوم تسبحك والقمر يذكرك والشمس سجدت لك لعظمتك وجبروتك، ولكن يا إلهي نتوسل إليك برحمتك إن كانت حرارة الدنيا فما ظننا بحرارة الآخرة. يا إلهي خلقت الإنسان ضعيفا وهو لكونه جبار في الأرض، ولكن القلب الضعيف يتمنى أن يكون الإله به لطيف. يا إلهي حارت عقول أمها في ميدان صفاتك والكون كله رغم إشارتك، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابعك تقلبها يا ربي كيف ما شئت وكيف ما تشاء. سبحانك ربي وأنت القائل من طلبني وجدني، ومن وجدني عرفني، ومن عرفني أحبني، ومن أحبني عبدني، ومن عبدني عشقني، ومن عشقني قتلته، ومن قتلته فعلي ديته، ومن كنت أنا ديته فأكشف عنه الحجر فيصبح عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. أيها الإخوة المؤمنون، وبعد قليل ننتقل إلى ساحة القرآن الكريم مع مسك الختام مع قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي، القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته وجعل تجويد كتاب الله رسالته. أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع صوته الجميل عشقوه، والذي سنسعد به في فجر الاثنين القادم في قرآن الفجر عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، وقارئ الساحات القاهرة قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي مدينة طنطا فضيلة القارئ الولي الشيخ محمد أحمد الصوني. سيدنا الله عز وجل له التوفيق والسداد، ولنا حسن الاستماع، فليتفضل صاحب الفضيلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير
بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا ما توعدون لكل حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ندخلها بسلام. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب.
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر 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 على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح واستمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم ينادي
بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا مصير يوم تشقق واستمع يوم ينادي المنادي من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق قلوبهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما وما أنت عليهم بجبار نحن أعلم بما يقولون وما أنت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
لا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ودعك ربك Yeah.
لم يردك يتيما ووجدك غائلا فأغني فأما اليتيم فلا تقهر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شفع فينا القرآن واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا يا كريم واغفر لفقيدنا ببركة القرآن ونور قبره بسر القرآن واجعله روضة من رياض الجنان ببركة القرآن اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه ببركة القرآن وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ببركة القرآن أسكنه الفردوس الأعلى مع النبي العدنان وألحقنا به على الإيمان غير خزايا ولا مفتوني ببركة القرآن الكريم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ببركة القرآن الكريم
اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين مع النبيين والمرسلين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا يا رب العالمين. كذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ختمت هذه الليلة القرآنية المباركة تلاوة قرآنية مباركة من عند الله تعالى، تلاها على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي الشهير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي، والذي سنسعد به إن شاء الله تعالى في ليلة الاثنين احتفال بنصف شعبان بعد صلاة المغرب مباشرة، والذي سنسعد به أيضا في قرآن الفجر عبر أثير موجة إذاعة القرآن الكريم فضيلة القارئ الولي الشيخ محمد أحمد بسوني، قارئ الصحة القاهرة، قارئ مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا. نقطة توزيعات على مسامع حضراتكم عبر أثير الهندسة الصوتية تبارك المهندس محمد عيد، مشاركة مع عمالقة الفراشة محافظة الغربية حق محمد شهاب في مدينة طنطا، وعبر أثير شاشات الانترنت العالمية إضافة المهندس أحمد القعبري، أسرة الفقيد الراحل الأستاذ الدكتور والعالم الجليل علي إبراهيم المنوفي، أستاذ الأدب الأسباني جامعة الأزهر أسد الجمهورية، تقدم الدكتور عبد الحليم المنوفي والأستاذ حسن المنوفي والشيخ حمدي المنوفي، شاكرا مهندس أحمد أبو داود صاحب الدعوة صاحب الواجب في كل مكان. خطر المال والإسلام كان معكم من أسرة المذيعين الإعلامي يحيى أبو حسين، مقدم البرامج الدينية والمقيم مدينة السنطة، وهذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله.